هاي مرة تانية. هي أنا قعدت على الأرض عند المكتب اللي قلت لكم عليه. هلأ إجاني كم زليون أنا وأهلي اتصالات على موضوع عيني. إيه شفت أنا شوي من الفيديوهات. هلأ سيطرت عليها، انتبهت أنه بس حاحكي لكم قصتها بما أنه اليوم قررت أصدقكم القول. اسمعوا يا جماعة، أنا ببداية كورونا مثل ما كنت يعني أعلن وأقول أنه أنا كورونا ما كانت يعني بالبداية مخوفتني أبداً، ودائماً كنت أقول أنه عندي أمل أنها تكون أو مصدقة أنه هي مجرد غريب وهيك وبرد يعني إنفلونزا، هي إنها بكل المفردات. ففكرت هيك يعني والناس بتأفوير بس هي مجرد إنفلونزا. يوم اللي المهم خليني أكملكم، هي أول صدمتي بكورونا هيك صار يعني لما صدقت إن كورونا أوف. بعدين لما اليوم قررت أطلع باللايف، طبعا مو على طول يعني بين ليلة وضحاها، أنا يعني هيك أول صدمة الواحد ما بيأثر على أعصابه إطلاقا، شو بينضرب. أنتوا قلتوا لي في شيء وجالي تريليون تليفون إنه شوفي هذا هو كورنري المفضل في البيت. المهم ولما استوعبت إنه قديش هي إجتنا بوقتها وإنه هي إلها مليون ألف علاج ومخرج وإنه حنطلع من هاي الأيام وحياة الله بأحلى ذكريات، عن نفسي عم عيش أحلى ذكريات. أي أنا أفضل هيك ومنعمل منبقى هيك قلد نيشان بها، والله يمكن هي شكله الواحد لما يرتبك. فخلص أنا الصدمة تلقيتها فصار عندي هيك هاي المشكلة. بس هلأ كيف مسيطرت لكم على الوضع؟ ولا لو رفت ماشي أوكي. لما شفت منايح كورونا وحلاوتها قربتنا من حالنا ومن أولادنا رفقاتنا، تليفوناتنا صارت أحلى أهدى، أفكارنا صارت منسجمة مع بعضها يعني كلها تشبه بعضها. نظمتنا كورونا كمان بالإضافة إلى ويني بكرة بعد. المهم بتمنى أكون بهالفيديوهات يعني طمنتكم علي، لأنه وشكرا لكل كل الناس اللي قلقت علي. لا كويسة بس هاي اسمها رفت كورونا وتروح وراحت وصرنا مبسوطين والله، وعم نشوف حلاوتها ومزاياها. حتى رياضة والله عم بلعب رياضة بجنون، بلعب هلأ بالبيت بلعب وبمشي هيك سريع برا بالكومباوند، وهيك ابتديت يعني ألعب رياضة. رجعت من يومين يعني لعبت رياضة نفس اليوم اللي على فكرة اللي صليت فيه، يعني التزمت بقررت أخذ قراري أني التزم بصلاتي لأرتاح. وين تبدل ترف؟ شو رأيكم؟ سيطرت؟ وأنا يعني هي آخر شيء بقى حقلكم يا قبل ما أطلع بقى للولاد الله يحفظهم. وأنا عموما يعني نوعي بردات فعلي على الصدمات كتير ضعيفة، يعني أنا ما عندي استقبال للصدمة، ما عندي يعني شو ما كانت. يعني أنا عموما كتير هشة، مش من الناس الأوايا، وسبق وقلتها يعني ما حاستحي أني أقولها، أنا كتير من جوا هشة وبخاف يعني دائما. حتى بقول اي خبر مو حلو استنوا علي شوي لاستوعبه لانه ما بقدر استوعب. فانا مش عبره لانه انا مش اني خوافه، بس انا برفض يعني بعقلي ما بيستقبل الاشياء، ما برضى استقبلها فباخذ وقت. يعني مشان هيك حزني بياخذ وقت، كل شيء يعني بكل شيء باخذ وقت
لأني برفض. ف كمان كمان أنا آسفة إني بأول الفيديو قلت بسبب صدمة كورونا عيني رفت. قال ما بصير قول هيك، عادي عادي، يعني شو بيقولوا، الاعتراف بالذنب فضيلة. وأنا هيك يعني أنا مثل ما شرحت لكم، ما بقى أشرح مرة تانية، خلص صرت كويسة. قولوا لي كم مرة رفيت بهالفيديوهات اللي حطيت لكم إياها. صور لكم أول ما في شعري، شو رأيكم هالنكشة العظيمة؟ وأخيرا وليس آخرا، يلا اطلع بقى على الجماعة. نحن اليوم حنام أربعة، شامية بدها تنام معنا كمان، ما بدها تنام بأوضة إخواتها. وأنا بنبسط كتير كتير بزحمين، الله ما يحرمنا منا يا رب. يلا بكرة أبو اللود بيعلمني كيف طلع وشي موم طاول. قولولي كم مرة رفيت، وتصبحوا على ألف خير وعيني بخير ومثل الفلة. وهي حسبت لكم ياها ليخلص الفيديو.